وإلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمداهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة شمالية شمال نابلس. وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليمون غرب المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي توباس وبلدة طمون شمال الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.